النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للنجم. البدري لا توجد أزمة مع مثال. والفيفا يرفض إدراج مباراة المنتخب مع الإمارات في الأجندة الدولية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهائي بطولة إفريقيا بين العملاق النادي الأهلي المصري والنجم الرياضي الساحلي التونسي. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. وصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وحرص حسام البدري على عقد محاضرة فنية قبل الميران عرض خلالها لقطات من مباراة الذهاب لكشف نقاط القوة والضعف في المنافس التونسي. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف الزميل امير هشام مراسل قناه الاهلي. امير اهلا بك، احكي لنا عن كواليس التدريبات النهارده. امير اهلا بك يا فيروز واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا النهارده النادي الاهلي بيواصل تدريباته استعدادا للمباراه الهامه جدا جدا امام فريق النجم الساحلي في اياب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا، وهي اكيد مباراه مهمه لينا كلنا سواء جماهير مجلس اداره لاعبين جهاز فني. ان شاء الله النادي الاهلي من خلال هذه المباراه يقدر يتخطى فريق النجم الساحلي ويوصل للمباراه النهائيه بعد غياب اربع مواسم. لكن بالتحديد خلينا نتكلم عن المران. النهارده قبل التدريب كان في تحديد تمام الساعه 4:30 عصرا لمحاضره من كابتن حسام البدري للاعبين، وهي كانت عباره عن محاضره فيديو من خلالها عرض كابتن حسام البدري المباراه الاخيره ما بين الاهلي والنجم الساحلي في الملعب الاولمبي بسوسه، واللي انتهت بفوز فريق النجم الساحلي 2-1 للوقوف على الغلطات اللي وقع فيها لاعبي النادي الاهلي وايضا كيفيه استغلال السلبيات الموجوده عند فريق النجم الساحلي. بعد المحاضره مباشره كان في مران النادي الاهلي النهارده واللي شارك جميع لاعبي النادي الاهلي. يمكن زي ما احنا امبارح كان جزء من لاعبي النادي الاهلي ادوا مران جماعي، جزء اخر اللي هم شاركوا في مباراه الرجاء الاخيره ادوا مران استشفائي. النهارده كل اللاعبين شاركوا في مران الجماعي بشكل طبيعي جدا، وواضح جاهزيه جميع اللاعبين، ووضح ايضا التركيز والجديه الكبيره على وجوه لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله عشان يقدروا يتخطوا هذه العقبه. طبعا كابتن حسام البدري كلامه مع اللاعبين اكيد هو كيفيه طبعا خصوص هذه المباراه وكيفيه التاهل، وخصوصا في ظل تواجد 50,000 متفرج ده هيكون شيء ايجابي جدا بالنسبه للاعبين ان شاء الله في استاد الجيش في برج العرب، وهيكون اكيد داعم بشكل كبير للنادي الاهلي ان شاء الله في التاهل. ايضا النهارده المران مع نهايته كده كان في تقسيمه قويه شارك فيها جميع لاعبي النادي الاهلي، واضح جدا جاهزيه بعض اللاعبين، وبالتحديد عايز اتكلم عن المصابين يا فيروز. يمكن خلاص وليد سليمان، عبد الله السعيد، شريف اكرامي جاهزين جدا للمشاركه في المباراه. النهارده شاركوا في التقسيمه، هو شاركوا طبعا في التدريبات الجماعيه بالامس، لكن النهارده شاركوا في التقسيمه بقوه مع زمايلهم سواء وليد سليمان سواء عبد الله السعيد. ان شاء الله خلاص هم يعتبر نسبه كبيره جاهزين لمباراه النادي الاهلي. ايضا شريف اكرامي شارك في التدريبات
حراس المرمى بشكل طبيعي جدا، وبقى جاهز بنسبه 100% ان شاء الله اللي يحرص علينا النادي الاهلي في هذه المباراه. بالنسبه للغيابات، انت النهارده ما حضرش احمد عدها في منع المرام بسبب نزله برد شديد شويه، اليوم الثاني على التوالي احمد عدها في منع ما بيشارك في تدريبات النادي الاهلي، لكن من المقرر ان شاء الله ان هو يكون متواجد بكره. بالنسبه لهشام محمد هو احد المصابين ايضا، زي ما احنا عارفين هشام محمد بيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي، لكن بحرص طبعا عشان الاصابه ما ترجعلوش بشكل اقوى طبعا في ظل ان هو عنده اصابه في كف ايده، فبالتالي لسه موقف هشام محمد ما تحددش، واكيد هشام محمد هيكون جاهزيته مهمه جدا في ظل غياب سواء احمد فتحي اللي بيجيب اللعبه في نص الملعب، غياب ايضا حسام عاشور، ده غياب مؤثر جدا بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي الجهاز الفني والطبي بيحاول بشكل كبير يجهزه هشام محمد انه يكون متاح بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه. أمير هشام مراسل قناة نادي الأهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبد الهادي. وحلة خطيرة سريعة والعرضية جميلة، راسها يحيى الأهلي، يحيى الأهلي، يا عماد يا متعب، يا عماد يا مؤلم، البطولة رقم 20 بإذن الله القارية في تاريخ النادي الأهلي، والبطولة رقم 130، الأهلي إصرار، الأهلي دايما بيلعب حتى الثانية الأخيرة، متعب تسلم يديك، والله تسلم لرجليك، والله تسلم لدماغك، تسلم لكل حتة فيك، يا عماد يا متعب، يا ليتني أدير. الخطورة من وليد، وادي العرضية، تعدي المتعب، عمرو بركات. الكرة ودية مش ممكن تكون كرة ودية، الفرحة عالمية، الفرحة عالمية، عمرو بركات، لفة من عماد متعب. قبل عودة الأخبار من جديد، أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه لا توجد أزمات مع عماد متعب كما يتردد في الوقت الحالي، وقال البدري لا توجد نية للاستغناء عن خدمات عماد متعب لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة، فهو مستمر مع الفريق وأن ما حدث في مباراة الاتحاد انتهى تماما. وأشاد البدري أن متعب قد يكون متواجدا في مباراة الإياب أمام النجم الساحلي التونسي إذا كان جاهزا بالشكل الذي يساعد الفريق. قال أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي أن الفريق سيبدأ معسكره يوم الجمعة المقبل استعدادا لمباراة النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وعن حالة اللاعبين المصابين، أكد أيوب أن عبد الله السعيد في تحسن ويشارك في تدريبات الفريق تدريجيا، أما وليد سليمان فما زال يعاني من بعض التورم بالرغم من مشاركته في التدريبات البدنية، كما أن شريف إكرامي كان يعاني من بعض الإجهاد ولذلك فضل الجهاز الفني إراحته في مباراة الرجاء مشددا أنه سيتم حسم مصير المصابين خلال 48 ساعة المقبلة. أشاد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالمهاجم المغربي وليد أزارو مؤكدا أنه يحذر ليعذر الجماهير التي تطمع في إحراز اللاعب للأهداف في كل مباراة. أضاف أيوب أن اللاعب يمتاز بالقوة والسرعة موضحا أن ضغطه المستمر على المدافعين يتيح لزملائه إحراز أهداف بالإضافة إلى قدرته على خلق المساحات والفرص لنفسه، وأن تأخر تسجيله للأهداف جعل على عاتقه ضغط نفسي كبير، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجهاز الفني يثق في اللاعب بشكل كبير. We'll be right back.
كشف نادي النجم الساحلي التونسي تفاصيل رحلة بعثة النادي إلى مصر لملاقاة النادي الأهلي في مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقررة مساء الأحد المقبل في استاد برج العرب بالإسكندرية. وقال النادي التونسي أن رحلته ستنطلق غدا الخميس الساعة 2:30 ظهرا متجها إلى برج العرب على أن تكون عودة البعثة عقب المباراة في منتصف الليل. وأشار النادي إلى أن بعثة النجم الساحلي ستضم 90 شخص من بينهم 22 لاعب بالإضافة إلى الطاقم الفني والإداري والطبي. طلب الفرنسي هيبار فيلود المدير الفني لنادي النجم الساحلي التونسي لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة الذهاب أمام النادي الأهلي والتركيز على لقاء العودة والمقرر له الأحد. وذكرت جريدة الصحافة التونسية أن مدرب النجم الساحلي عقد جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بمزيد من التركيز خلال الفترة المقبلة وعدم التأثر بالحضور الجماهيري الضخم والذي ستشهده مباراة الإياب. وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي دعا أيضا لاعبيه للتحلي بالهدوء والجدية التامة خلال هذه المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لمواجهة الأهلي، مؤكدا أن الظرف يقتضي من الجميع التركيز على تدريبات ونسيان نتيجة لقاء الذهاب. إلى أخبار المنتخب الوطني، حيث تلقى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يرفض فيه إدراج ودية منتخب مصر والإمارات ضمن الأجندة الدولية. وأكد إيهاب لهيط المدير المنتخب أن الفيفا وافق على إقامة المباراة يوم 9 نوفمبر ولكنه رفض إدراج المباراة ضمن الأجندة الدولية، خاصة وأن لوائح الاتحاد الدولي تنص على أنه في حالة إقامة مبارتين في فترة الأجندة الدولية بقارتين مختلفتين فلا بد أن يكون الفارق بينهما 5 أيام على الأقل. كشف إيهاب لهيط مدير المنتخب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن ودية المنتخب أمام الإمارات والمقرر لها 9 نوفمبر لن ولم يتم نقلها للقاهرة. ومن المقرر أن يتوجه المنتخب إلى الإمارات يوم 7 نوفمبر المقبل بطائرة خاصة على أن يسافر إلى غانا عقب المباراة الودية لخوض آخر مباراة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن اللجنة ملتزمة بجدول الدوري ومرتبطة بالأجندة الدولية مع كل العالم وكل الأمور تم دراستها بشكل جيد وسيتم إنهاء المسابقة يوم 20 مايو. ونفى عامر حسين أن يكون الجهاز الفني للمنتخب قد طلب تأجيل مباراة السوبر لخوض مباريات ودية في تلك الفترة، مؤكدا أن المدرب كوبر متعاون للغاية ويعلم الخريطة منذ انطلاق المسابقة المحلية. توصل اتحاد الكرة إلى اتفاق مع نظيره السعودي على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين الشقيقين في شهر يناير المقبل بالمملكة العربية السعودية. وتشهد الفترة القادمة التنسيق بين الجانبين المصري والسعودي لتحديد الموعد النهائي للمباراة والترتيبات الخاصة به بما لا يؤثر على انتظام مسابقة الدوري المحلي في كلا البلدين. أنا الالتزام دايما بتعلم
ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف متابعة الألعاب الأخرى، حيث أعرب أيمن السويسي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد عن سعادته الكبيرة بمشاركة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الأهلي بالبطولة والتي يحمل الفريق لقبها، لافتا إلى أن الأهلي أحد أكبر الأندية في أفريقيا وتواجده يمنح البطولة قوة كبيرة في ظل كونه بطل النسخة الأخيرة إلى جانب فوزه بثلاثية أفريقية. وأوضح أن اللجنة المنظمة حرصت منذ اليوم الأول لوصول النادي الأهلي إلى مدينة الحمامات والتي تستضيف البطولة على توفير كافة سبل الراحة للبعثة من حيث الإقامة والانتقالات وتوفير كافة ما يلزم لتوفير أجواء مناسبة لبطل أفريقيا. قرر عاصم حماد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الأهلي تخفيف الحمل البدني للاعبين، حيث يتدرب الفريق على فترة واحدة صباح الأربعاء في مدينة الحمامات التونسية استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري. وجاء قرار الجهاز الفني بسبب منح اللاعبين قسطا من الراحة بعد أن خاض الفريق مرانا بدنيا في الجيم مساء الاثنين وتدرب على فترتين يوم الثلاثاء، ويسعى الفريق بقوة إلى تقديم عروض قوية والمنافسة على لقب البطولة والذي حمل الفريق نسختها الأخيرة. حرص عاصم حماد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الأهلي على توجيه الشكر إلى المسؤولين في نادي الحمامات التونسي على اهتمامهم ببعثة الفريق والتواصل المستمر من أجل توفير كافة سبل الراحة للفريق والذي يستعد لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري. وأشاد حماد بحفاوة الاستقبال من جانب النادي التونسي والرغبة القوية في توفير أجواء مناسبة للفريق، لافتا إلى قوة العلاقات بين الناديين. وكان حماد قد تولى منصب المدير الفني لفريق الحمامات التونسي في وقت سابق قبل أن يعود لتدريب النادي الأهلي ويتوج معه بالعديد من البطولات. أكد محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن الفريق سوف يقاتل من أجل الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري. وأشار اللاعب إلى أن طموحات اللاعبين في الفوز بالبطولة كبيرة للغاية من أجل استكمال مسيرة البطولات وإسعاد الجماهير، وأن خبرات اللاعبين تجعلهم قادرين على تخطي الصعاب خلال البطولة. وأشار إلى أن الفريق لا يمكن أن يتشبع بالبطولات بعد حصوله في الموسم الماضي على رباعية الدوري وكأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري وكأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية، وأن طبيعة اللعب في النادي الأهلي تفرض على الجميع البحث المستمر عن الفوز والتواجد على منصات التتويج. أكد
أكد عاصم حماد المدير الفني لفريق كرة اليد رجال بالأهلي على ثقته في قدرات لاعبيه في الحفاظ على اللقب الأفريقي. نتابع في التقرير التالي أبرز تصريحات عاصم حماد قبل انطلاق البطولة الأفريقية للأندية بتونس. هذه اللحظات يسعدني اكون معانا كابتن عاصم حماد المدير الفني لرجال كره اليد النادي الاهلي. بنرحب بيك طبعا في البدايه كابتن عاصم، وبتمنى لك كل التوفيق انت وكل النادي الاهلي، تعود ان شاء الله بالبطوله من هنا من تونس. امين ان شاء الله، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا ويوفقنا، واحنا نلعب بطوله كويسه اما النتيجه دي فامر ربنا سبحانه وتعالى. عايز اخد الانطباع الاول بالنسبه لكم، الوصول فندق الاقامه اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا، لكن حطينا في الوصول كده والانطباع الاول ايه؟ عارف طبعا انت جيت اكتر من مره كنت ماسك الفريق الحمامات، لكن اللعيبه والتركيز وشايف من اول يوم الامور ماشيه ازاي كابتن؟ خد بالك ان انت لعبتي تعويضه انها تفصل ما بين مباريات الدوري المحلي وبطولات افريقيا وكده. انا عارف ان ممكن في عدم تعادلين هم في مباريات الدوري ممكن يلاقوا الفرق وكده، انما الناس يعني معظم الناس ما تعرفش ان انا بس ارجع اصابات لعيبتي في حال انها تتجاوز الحدود وهو بيلعب وكده بتاع، ممكن لا قدر الله ترجع الاصابه تاني. واصلا اصابات لعيبه اساسيه عندي سواء عندي او في منتخب مصر، وبالتالي لازم انا اللي اكون صبور كمدير فني ان اتحمل الريسك ده، وخصوصا ان المباريات اصلا بتاعت الدوري السنه دي ما لهاش القوه قوي في الاول، لان هو دور اولاني وتاني هيخلص بعد كده دورات مجمعه هي الاساس، وبالتالي ده عباره عن ترتيبه من الاول للسادة عشان نعمل الكلام ده، وبالتالي انا ما اقدرش اخاطر بلاعبتي في مستوى انا عارف رايح له فين. الاهم عندي الهدف هو بطوله افريقيا، ان لعبتي كلها تكون سليمه من مشيئه الرحمن. اتمنى ان اصعد الكلام ده اثناء مباراه البطوله لغايه ما اوصل لدور الثمانيه والادوار النهائيه يعني بمشيئه الرحمن. بالنسبه للعيبتي دي مش اول مره، احنا جينا هنا ان شاء الله بمشيئه الرحمن في افريقيا ابطال كؤوس من اربع سنين في 2015، وخدنا افريقيا ابطال كؤوس من نادي الحمامات وكده. اتمنى ان اعيد الشريط ده تاني بمشيئه الرحمن مع لعيبتي، حتى الفندق هو نفس الفندق اللي كنا نازلين فيه قبل كده فمتعودين عليه، الصاله متعودين عليها وكده. طبعا فريق الحمامات السنه دي مدعم نفسه اكتر من السنه اللي فاتت ما مدعمه، في فريق الترجي التونسي، في فريق الزمالك داخله بجهاز جديد لعيبه جديده وكده. مفيش شك ان بطوله افريقيا في قبضه منافسه تحت مستوى المباريات وتحت اداء كل لاعب وكده، وبالتالي انا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان لعيبتي تعرف تركز كويس قوي، تخلص في ادائها، تعمل اللي عليها. اما انا طول عمري النتيجه انا حاططها بامر ربنا سبحانه وتعالى، لان هو يعني هو مولانا يعني، فاتمنى ان هم الاول بس اهم حاجه ان يخلصوا كويس، يادوا اللي عليهم كويس، ويكونوا متحكمين في ادائهم في المباريات وفقا لكل مباراه وقوه كل مباراه. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوم تبقى النهايه خلصانه، وعارف كويس قوي الفرقه دي اجتهدت قد ايه ولعيبه الجيل ده اجتهدت قد ايه عشان تحقق لناديها حاجه كويسه. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ان شاء الله. امس تدريب على الجيم، النهارده اول تدريبات بالنسبه للفريق على الصاله اللي هتستقبل مباراه، تدريبتين النهارده. عايزين نحط جمهور النادي الاهلي في التدريبات النهارده، البروجرام ماشي ازاي؟ وعلى ما اعتقد كان قرار مميز اللي امبارح في تدريب هتبقى صعبه شويه ان انت مع الاجهاد والسفر كابتن. هو امبارح يعني الكلام ده برنامج اليومين دول بيتوقف على اللي احنا عملناه. احنا تاني يوم المباراه ما ريحناش، اتمرنوا اصلا بس من غير جيم، فبالتالي وحده الجيم لازم تكون امبارح تبقى موجوده، وما ينفعش ان انا اجهاد سفر وكده ونوم دور وبعدين عشان خاطر اعرف ادور اليوم يعني يمشي بطبيعته عادي. وبالتالي انا النهارده الصبح بعد الظهر هنعمل تمرين، وبكره وبعده مواعيد التمرين هي نفس ميعاد المباراه بتاعت يوم الجمعه عشان اللعيبه تعرف هتنام امتى، هتاكل امتى، هتشرب امتى، هتصحى امتى، ولو في عجز في اي حاجه من دي اعرف اعوضه في ليله المباراه بقى، اعرف اعمل ايه اللي حصل دروب فيه في اليومين دول اعرف اصعده وكده. النهارده الصبح بعد الظهر، بكره هتبقى تمرينه واحده الصبح في نفس ميعاد المباراه، وبرده نصعد بعديها جيم وكده، وطول اليوم بكره ممكن مش سر عليك يعني هاخدهم يغيروا جو شويه كده في اي حته بعد الظهر مشيئه الرحمن. يوم الخميس نفس الشيء، تمرين برده في نفس ميعاد مباراه يوم الجمعه الساعه 10، وان شاء الله مشيئه الرحمن يعني على حسب بقى الاجتماع الفني نشوف في اي تعديلات في مواعيد المباريات، اي تعديلات في الفرق تيجي ولا ما تجيش، هنعرف الكلام ده يوم الخميس ان شاء الله. نعلم جيدا كل لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، لكن احنا عندنا اثنين وافدين جدد الموسم ده معانا عايزين نتكلم عليهم، دوافعهم ازاي كابتن عاصم، مركزين ازاي؟ اكيد اختيار صائب بينكم كجهاز فني، لكن الناس عايزه تطمن على ازاي دخلوا في المود والانسجام بفتره بشكل عام كابتن. بص هما الاثنين اي حد اي لاعب، انا ما حصلش تقريبا اي لاعب يجي يخش النادي الاهلي الا ما يلاقيش نفسه غريب، يلاقي نفسه واحد منهم وكده. اللعيبه بتعرف
تحوط عليه ازاي وواحد من هو ايام. وهو يعني عايز اقول لك ان هم داخلين اي لعيب دخل النادي الاهلي هم ازاي بيحتضنوا لعيبه النادي الاهلي وبيبقى كل واحد منهم وحتى ما بيمشي يسيب النادي بيبقى ذكرياته كلها مع لعيبه النادي الاهلي ب 19. فدي حاجه ميزه اصلا في لعيبتي هنا واي لعيبه قد كده. هما الاثنين ان شاء الله اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يكون كروت تضيف للنادي الاهلي خطوره او كارتين يضيفوا للنادي الاهلي خطوره وانسجام وشكل تاني وزي ما بيقولوا ايه يعني تبقى ان شاء الله اتمنى تبقى كروت ترجيح في بطوله زي بطوله افريقيا ان شاء الله. يعني عشان ما اطولش عليكم المباراه يوم المباراه الاولى 10 الصبح مع الاهلي الليبي برضو استعدادنا ليها ازاي وماشيين ازاي احنا خط حتى هذه المباراه. بص كل المباريات التمهيدي ستوب ان شاء الله تقدم مستوى كويس تخش دخل اللعيبه كلها الى السيسنا جوه البطوله الى ان نقابل الحمامات على راس المجموعه ساعتها بقى كلام يدار ان شاء الله يختلف ان شاء الله. شكرا شكرا كمان. جولتك في الملاعب العالمية حيث تستأنف اليوم تستأنف في 9:15 مساء مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث يلتقي برشلونة الأسباني مع فريق أولمبياكوس اليوناني على ملعب كامب نو ويستضيف تشيلسي الإنجليزي فريق روما الإيطالي بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على بنفيكا البرتغالي ويستضيف يوفنتوس الإيطالي فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي. وعلى استاد أليانز أرينا يستضيف بايرن ميونخ الألماني سلتيك الإسكتلندي بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على أندرلخت البلجيكي ويلتقي ساسكا موسكو مع بازل السويسري ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا على فريق كارباكا الأذربيجاني. الاتحاد الافريقي لكرة القدم المحترف المصري محمد صلاح بعد تألقه في مباراة فريقه ليفربول الانجليزي امس امام ريكور السلوفيني في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري ابطال اوروبا وغرد كاف عبر حسابه الرسمي بتويتر مقدما التهنئة لصلاح وابرز تألقه في اللقاء واحرازه لهدفين ساهما في فوز ليفربول بسباعية نظيفة. كما هنأ كاف اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر والذي أحرز هدفا لفريق بورتو البرتغالي في المباراة التي خسرها بورتو أمام لايبزيغ الألماني بثلاثة أهداف لهدفه. يسعى انتر ميلان الايطالي لدعم دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عن طريق التعاقد مع المدافع الفرنسي لمانشستر سيتي إلياكيم مانجالا. وقالت شبكة كالتشيو نيوز 24 الايطالية نقلا عن صحيفة توتو سبورت اليوم ان ميلان قرر التفاوض مع مانجالا بناء على طلب سباليتي المدير الفني للفريق مستغلا خروج المدافع الدولي من حسابات بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في الفترة الأخيرة. أعلن الاتحاد اللاعبين المحترفين عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ترشيح البرازيلي نيمار دا سيلفا لجائزة أفضل لاعب بالدوري الفرنسي عن شهر سبتمبر الماضي. ويعد نيمار هو الأوفر حظا بين المرشحين للفوز بالجائزة بعد إحرازه ثلاثة أهداف وصناعة هدفين ويتنافس مع نيمار على الفوز بالجائزة البرازيلي مالكوم مهاجم بوردو وستيف مانداندا حارس مرمى أولمبيك مارسيليا.
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزية الفوز والذي حققه فريقه على نابولي الإيطالي أمس للمقبوض عليهم من قبل الشرطة الأسبانية منذ يوم الاستفتاء على انفصال إقليم كاتالونيا عن أسبانيا. وقال غوارديولا عقب الفوز: أظهرنا في كاتالونيا أن المواطنة أكبر من أي أفكار، وأتمنى الإفراج عنهم قريبا. وتغلب مانشستر سيتي على نابولي أمس بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا. قال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الأسبانية أن مستوى الويلزي جاريث بيل يقارب البرازيلي ريكاردو كاكا صانع ألعاب الفريق السابق. وأكد بيريز أن بيل قدم موسما رائعا مع الريال، لكن الإصابات أثرت عليه، وهذا ما حدث مع النجم البرازيلي والذي تعرض للإصابة في مونديال 2010 ما أدى لتراجع مستواه كثيرا. وأضاف أن بيل أجرى عملية جراحية صعبة العام الماضي وغاب لمدة 4 أشهر. وكما قال المدرب زين الدين زيدان: إنه حينما يغيب اللاعب لفترة طويلة يحتاج للمزيد من الوقت من أجل التأقلم والعودة لمستواه السابق. ننتقل الآن إلى متابعة أخبار الصحف والمواقع، والبداية من بوابة الأهرام. الأهلي يفضل بين السولية وهشام محمد لتعويض غياب عاشور أمام النيل. ومن الأخبار: حماد يوجه الشكر لنادي الحمامات التونسي. من الوطن سبورت: أحمد أيوب لجمهور الأهلي: لا تبخسوا أزاروا حقه. ومن الشروق: قائد يد الأهلي: سنقاتل من أجل الفوز ببطولة أفريقيا. من الوفد: رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لليد: الأهلي من أكبر أندية أفريقيا. ومن فيتو: غدا الأهلي وعسكر في برج العرب استعدادا لمواجهة النجم. في الجول: الأهلي يخفف الحمل البدني قبل المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد. ومن يلا كرة: عاشور يغيب عن الأهلي لمدة شهر كامل. من مصراوي البدري: لا نية للاستغناء عن متعب وقد يشارك أمام النجم الساحلي. من الأهلي دوت كوم: عبد الحفيظ طاقم تحكيم مباراة النجم الساحلي يصل يوم السبت. ومن الفجر: اليوم الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لموقعة النجم الساحلي. قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 18 أكتوبر من عام 2008، الأهلي يصعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على إنيمبا النيجيري في إياب الدور نصف النهائي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة. أحرز فلافيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26. يذكر أن الأهلي حصل على لقب تلك البطولة للمرة السادسة في تاريخه على حساب القطن الكاميروني في المباراة النهائية.
إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة نادي الأهلي. دمتم في أمان الله.